بعدين أنا فليعلم القاصي والديني. وأتحدى أنا من أكثر الناس المتضررين بمسألة الواقع المصرف. ليه؟ لأنه أنا كل مصرياتي راح، ما قدرت طلعت فيه ولا قرش. إذا طالع قرش واحد بيكون كل كلامي باطل. يعني هلا انت بتنطر هال $500 اللي هلا عم يعطوها بدل البون؟ طبعا شو لك، شو بدي اعمل؟ في منهم انا شلتهم وين واشتريت بالسوليدير بس دولار، بيعتبروه دولار ما بيعتبروه دولار لانه شلتهم. يعني هلا بلائحة الاسماء السياسيين اللي طلعوا مصاري لبرا او المصرف فشروا من النهاية، بدهم يلوثوا يلوثوا هالقد بمواضيع إلى علاقة بالمال وإلى